خوتي المغاربة، السلام عليكم. اليوم الخميس 18 جوان 2020، تبعتوا معايا هاد الايام مسلسل المضايقات والمعاناة ديالي مع السلطات المحلية السيد ولي جهاد سوسماسة ومع لوبيات الفساد. هاد الناس هادو بغاو يسكتوني، بغاو يرهبوني، وبغاو باش ما نبقاش ندوي ولا ندير شي فيديو ولا شي حاجه وخليهم يديروا ما بغاو، مع العلم انني ما عمري تكلمت على الحياه الشخصيه ديال شي واحد ولا مشيت نبشت في الحياه الشخصيه. انا كندوي غير على الصالح العام، كما كنبغي الخير لراسي، كنبغيه لمدينتي، كنبغيه للجهه، وكنبغيه خصوصا لبلادي. بغينا واحد البلاد واحد اخرى، واحد البلاد زوينه، بركه عندنا من هذا التخراج العينين، بركه عندنا من الفساد، بركه عندنا من بزاف ديال الحوايج. شفتوا ديك الفضيحه ديال السيد الوالي الشكايله الطبيه، لانني ساعدت واحد السيد في امسكرول وحط عليا شي تهم اللي كلها وهي غير كذوب. انا هزيته بالطوموبيل وديته الايميتانوت والسدود القضائيه والاداريه، ورجعت وهزيت واحد اخرين، وطلع داكشي كلشي غير كذوب. ولكن لا، مازال كيحفروا الريضه. واخر حلقه اللي طرات البارح، الله يحفظ الباس، معيط ليا واحد السيد خدام عندي كيقول لي عافاك اجي للكراج، راه البوليس والجمارك راهما واقفين هنايا. سالت واش شنو داير، ياك ما انا كنجيب الحوت من الصحراء ولا المازوط من الصحراء ونخبيه هنايا، وداكشي علاش الجو الجمارك، واش كنجيب السلعه من الخارج وما ديوانيتهاش ولا شي فوز ديكلاراسيون ولا شي حاجه ما فراسيش، واش انا كنبيع الحشيش ولا كندير شي حاجه الله يحفظ، واش راني من لوبيات الفساد لهاد العقار ولا هاد البحر ولا شي حاجه عاوتاني وانا ما فراسيش. المهم مشيت لتما، كنتلقى الناس ديال الجمارك والامن الوطني، ناس خلوقين، تعاملوا معايا باداب وكلشي. قالوا لي الله يخليك اسي طوجني، الماتريال اللي عندك هنا كاينه شي حاجه كتقول بان راه كاين شي حوايج ما عندهمش الاوراق، الله يا ودي، وبان جايه شي حاجه من الخارج ولا ما عرف شنو، زعما شي كاميو ولا شي طوموبيل ولا شي حاجه جايه من الخارج ومخبيه تما. عطيتهم الوثائق، فيريفاو حاجه بحاجه، واعتذروا على الازعاج ومشوا في حالاتهم. دابا بغيت نوجه واحد النداء للسيد الوالي، راه العدو ماشي هو انايا، راه المهام ديالك ماشي هي رضا الطوجني، ولكن الاقلاع ديال هاد جهه سوسماسة، وهو الاستثمارات، وهو تحارب لوبيات الفساد، وهو تشوفوا المشاريع الملكيه كتخرج للوجود، بزاف ديال الحوايج ماشي رضا الطوجني. رجاء السيد الوالي صديقي العزيز، الله يرحم لك الوالدين والمستقبل المهني ديالك، ما تبقاش القرارات اللي كتاخذ ولا التقارير اللي كتصيفط للدوائر العليا تبنيهم على التبرقيق، كنبنيوهم على المعلومه، المعلومه يعني الخبر اليقين، عاد كنتاخذوا ولا كنصيفطوا شي حاجه، لان هذا راه مصير ديال جهه ومصير بلاد. راه الا مشيتي على التبرقيق معايا انايا جوج ديال الاغلاط فادحين على الله، شنو كيمشي للرباط، هذا الشيء ما مقبولش من طرف مسؤول سامي في الدوله. السيد الوالي والله ما بغيت لك غير الخير، ما خاص تنقي داك البيت الداخلي ديالك، يعني قسم الشؤون الداخليه خاص تنقي داك الشيء اللي تبدل اللي غيتبدل، لان كيبان بان كاينين ناس هاويين اللي عندك. تعطوك هذاك التبرقيق المغلوط وكنتي ضحيه ديال لانتوكسيكاسيون، ماشي انتوكسيكاسيون اليمونتيغ الحمد لله، ولكن انتوكسيكاسيون او نيفو دو لانفورماسيون، وراه هذيك ملي كتكون عندك المعلومه بها باش كيمكن لك تحكم بها، باش كيمكن لك تسير المدينه وتسير الجهه. قبل ما ننسى السيد الوالي اللي يمشيو عاوتاني يعطيوك شي تبرقيقه، ماشي هي هذيك، راه لما كندخل داري والسيده اللي معايا راه الزوجه ديالي وعندنا الوراق ديال الزواج وعندنا كل شيء، انا مستعد نصيفطو لك، اللي يمشيو يقولوا لك راه داخل مع صاحبته وعاوتاني شنو يدور لهم في الراس، وتصيفط لي البوليس للدار. المهم دابا غادي نمشي المجلس البلدي ديال اكادير الله يهديهم. قدامي هنايا واحد قائمة مصاريف تسير 2020، 23 صفحة، صادق عليه السيد الوالي، صادق عليه الخازن ديال المملكة عندنا هنا في أكادير، وغادي نشوفوا هاد المصاريف. لو كانت عندنا شي مدينة اللي هي مزدهرة، البنية التحتية مزيانة وكل شيء مكان، كنا غادي نصفقوا ما نديوهاش في هادشي، ولكن هادشي معيق بزاف. عاد كتعرفوا الميزانية ديال البلدية 54 مليار و600 مليون. تعرفوا واحد القضيه غير التعويضات ديال السيد رئيس المجلس البلدي وبعض المستشارين 79 مليون سنويا اللي كيديو، هذه كتمشي لجيبهم التعويض ديالهم. مصاريف نقل الرئيس والمستشارين داخل المملكه، انا كنقول مزيان نقل الرئيس، واش كيديوكم في عماريه ولا شنو؟ مصاريف تنقل الرئيس. المهم 4 مليون 10 مليون 10 مليون 10 مليون داخل المملكه خارج المملكه، هادشي كله حسبته عطاتني ما يفوق على 200 مليون اللي كتاخذوا ايها باش كتقاموا علينا ايها المنتخبون. هادشي معيق بزاف، عاد كون كانت غير شي مدينه مقاده ما غاديش نحاسبوكم. غادي نمشيو عاوتاني في هذا التقرير، هذا كنشوفوا اشتراك في الجرائد الرسميه والجرائد والمجلات 7 مليون سنويا. قولوا لي شنو هما هاد الجرائد اللي مشاركين فيهم، انا كنعرف الاشتراك
في لو ماتان ولا في ماروك سوار ولا شنو هو 350 درهم العام ولا 400 درهم العام الجرائد وهذا ديرش هاد 7 المليون كيفاش شنو هذا الاشتراك؟ بغينا لي ديتاي ديال هذا الشيء باش نعرفوا غير هاد الفلوس فين كيمشيو. لوازم ومطبوعات البلديه سنويا واش كتعرفوا شحال؟ 25 مليون ديال اللوازم والمطبوعات، 25 مليون. اعلانات قانونيه ادراجات ومصاريف النشر 60 مليون. وعيقتو هادشي راه بزاف، هادشي راه هادية خصنا نقولوا نحن كاعيون الناس المنتخبون اللي صوبتوا هاد قائمة مصاريف تسيير المجلس البلدي وما فهمش حتى اللي صادقوا عليهم وخلوهم داروا هاد كتعرفوا رواتب وتعويضات القارة للموظفين ديال المجلس البلدي 11 مليار و700 مليون، أجور المتقاعدين 50 مليون، أجور الاعوان العرضيين هاد الناس هادو هما ديال الانعاش مليار و800 مليون، تعويضات عن الاشغال الاضافيه يعني لي زور سوبليمونتير 200 مليون. ما عرفتش شكون هو في المجلس البلدي يعني اللي كيبقى فوق اوقات العمل وكيشد هاد الفلوس كاملين، شكون هما هادو اللي كيعطيوهم هاد الفلوس 200 مليون ديال لي زور سوبليمونتير، تعويضات عن الاشغال الشاقه والمسخه. هادشي راه مكتوب هكا ماشي انا اللي كنقولو، هادشي مكتوب هكا، تعويضات عن الاشغال الشاقه والمسخه 640 مليون. شكون اللي كياخذ هاد الفلوس كلهم؟ بغيت نعرف كاين شنو هما لي ديتاي، في كاين الفاكتورات كيفاش يمكننا نعرفوا هادشي. تعويضات عن المسؤوليه 130 مليون. انا نزل المجلس البلدي واش عندكم شي عقل ولا لا؟ كاين شي خلل في شي بلاصه. لباس اعوان المستخدمين 200 مليون. النازل المجلس البلدي، النازل الانعاش راه حوايجهم مسخين مقطعين، ما عندهمش الليكات، ما عندهمش الكمامات، ما عندهمش البلاط، خدامين بظروف مزريه. ما فهمتش 200 مليون غير ديال اللباس سنويا بزاف. مصاريف التدريب 10 المليون، ما بغيت نعرف هاد التدريب ديالكم شنو هي. اكتراء بنايات اداريه 150 مليون، يعني نتوما المجلس البلدي اللي عنده البنايات ديالو غادي يكرا كيكري فين يخدم بحال اللي دار فلانكس اللي كاينه في ليزاميكان وجوي اخرى 150 مليون. كتلوحوا الفلوس من الشرجم في الوقت اللي جهات سوس ماسه، في الوقت اللي مدينه اكادير محتاجه لهاد الفلوس هادو، حرام يتلاحوا بهذا الشكل. كتعرفوا الصيانه والاصلاح الاعتيادي للعتاد المعلوماتي 5 المليون، الصيانه الاعتياديه لعتاد واتاد المكاتب 10 المليون، لوازم المكتب واسمعوا مزيان ومواد طباعة وأوراق ومطبوعات 150 مليون، هذه زيدوها على 25 مليون الأخرى، 150 مليون ديال البيروتيك مواد طباعة وهذا 150 مليون. ما عرفتش شنو كديروا. لوازم العتاد التقني والمعلوماتي 80 مليون سنويا، انتم هذه الأرقام منين كتجيبوهم؟ ما عرفتش. لوازم ومطبوعات 25 مليون أخرى. السيد الرئيس تكيسوا علينا النواب ديالو، راه هادشي راه بزاف. شراء الوقود والزيوت للسيارات ديال البلديه كيتقام علينا، المازوت والزيت، المازوت والزيت بوحدو كيتقام علينا الساكنه ديال اكادير مليار و300 مليون. كاين شي خلل في شي بلاصه، مليار ديال المازوت وديال الزيت. قطع الغيار بيس ديتاشي والبنوات كتشريو سنويا 350 مليون ديال البنوات وديال قطع الغيار، واخا تكون عندكم لافيراي ميمكنش. صيانة وإصلاح السيارات والآليات 350 مليون سنويا. مصاريف التأمين مليار، دونك هنا غير هاد الشوية هذا وكلينا 3 المليار و700 مليون. كتعرفوا واحد الحاجة عاوتاني كتضحك، شراء مواد الصيانة المنزلية 16 مليون، شراء مواد مطهرة 16 مليون. ما عرفت مطهرة شنو هي، واش جافيل وهذا، وشنو هي الصيانة المنزلية. شراء مواد بلاستيكية شنو السطولة ولا هذا ب 20 مليون، ياك ما دوك البانيوات اللي درتو نهار كان جاي سيدنا الأكادير هما هادو 20 مليون ديالهم. مصاريف تغذية الحيوانات وإسراجها 10 المليون سنويا، يعني دوك الكلاب والحمير وهادشي كامل اللي جمعتو 10 المليون كياكلوا مليون في الشهر. الله يسمح لكم، غادي تشوفوا واحد القضية زوينة. البلدية ديال أكادير ديالنا كتشري سنويا المواد إبادة الفئران دواء الفار 80 مليون ديال دواء الفار، بغيت نعرف غير آخر مرة إمتى داروا هاد الدواء هذا. شراء المبيدات للطفيليات والحشرات 160 مليون. المجلس البلدي دابا كيبان ليا فين هاد 54 مليار كتحرقوها. شراء مواد التلقيح
90 مليون. الله يا ودي الله يا ودي، انا ديك النهار انا اللي مشيت باش نهار ولدي عضو واحد الكلب ومشينا وما لقيناش لي سورانك، شريت لكم 1000 سورانك وعطيتها لتما حطيتها لنا ما كانش عندهم. واش نزلتوا في كاين السيرفيس دو سونتي لتحت فين عايشين هذوك الناس، فين خدامين والظروف الخدمه ديالهم والامكانيات ما عندهمش، حتى الكل ما كاين. شراء عتاد صغير للمكاتب للبلديه الصحيه 54 مليون. شراء العتاد الصغير للتلقيح 6 مليون. شراء المعدات والعتاد الصغير 4 مليون. بزاف واحد القضيه عاوتاني عجيبه بزاف عاد. كتعرفوا هنا كاين واحد لا روبريك حارقين فيها واحد 25 مليون مصاريف تهيئ لوائح اجور موظفين من طرف مؤسسات اخرى، يعني كيعطيو شي كونطابل باش يمكن يصاوب ليهم لي فيش دو بي ولا ما عرفتش شنو هي. المهم 25 مليون مصاريف، سمعوا مزيان، مصاريف نقل المرضى للمراكز الاستشفائيه. يعني دابا البلديه كتخصص واحد 75 مليون يمكن الجمعيات ولا الناس باش يديو المرضى فابور للسبيطارات والكلينيكات، وهذا فابور 75 مليون ضربوها وسط اكادير كيهزو وسط اكادير بشحال كاع هاد الترونسبور، يعني 100 درهم 200 درهم في الامبيلونس 250 كندوي على امبيلونس خاصه، قسموها على 75 مليون شحال غتعطيكم الناس. هادو راه داو كاع الناس ديال اكادير وجهات سوس مسال السبيطارات فابور. مصاريف استشفاء المعوزين 150 مليون. البلديه ديال اكادير كتخلص الدواء والاستشفاء 150 مليون على المعوزين سنويا. مصاريف نقل الاموات والدفن 10 مليون. شنو غادي نقول لكم الساده المنتخبون الله يهديكم؟ شراء الكتب 20 مليون سنويا ديال الكتب اللي كتشري البلديه المخيره في الخزانه ديالها، ما عندهاش المقومات ديال الخزانه. بغيت نعرف السيد رئيس المجلس البلدي هذوك المنتخبون ما فهمتش هاد 20 مليون ديال الكتب شحال الكتب غتشريو. مصاريف التكوين المستمر للمنتخبين 10 مليون سنويا، للموظفين 30 مليون سنويا. لقيتونا ميكين عليكم، ما لقيتو الساكنه اللي تجي تحاسبكم روبريك بروبريك وتجبدوا فاكتوره بفاكتوره ويتحاسبوا معكم كيفاش دوزتوا هاد لي مارشي هاد. من بعد كنجيو كنلقاو شراء الاسمده 30 مليون، حنا عندنا فيرمات هنايا، عندنا هكتارات يعني لهذوك المناطق الخضراء. شراء الاشجار والاغراس والبذور والازهار سنويا 90 مليون. سمعوا معايا 90 مليون كتشري المجلس البلدي باش كتزين المدينه، حنا المدينه كلها زهور وورود ومناطق خضراء. شراء شارات اسماء الشوارع دوك السميات اللي كاينين في الزناقي كيشري البلديه كتشري 50 مليون سنويا ديال هذوك البلايك. ضربوها في شحال بلاكه وشحال كتسوى الوحده وغادي تلقاو واش ماشي نصب واحتيال علينا هذا. شراء عتاد صغير 150 مليون، شنو هو العتاد الصغير ديالاش كيفاش؟ الصيانه الاعتياديه للمناطق الخضراء والحدائق والغابات، تبارك الله على اكادير والغابات ديالها عرفتوا بشحال؟ مليار و500 مليون. داكشي المناطق الخضراء حنا عندنا غير مشتة. صيانه الشواطئ والمسابح، لا تبارك الله المسابح العموميه ولا البلديه موجود الخير. هاد صيانه الشواطئ والمسابح 200 مليون، شاطئ اكادير واحد المسبح 200 مليون باش كيتنقى سنويا، يعني حوالي 18 مليون شهريا. صيانه اعتياديه للطرقات، الطرقان ديال اكادير على الصيانه ماشي الكودرون ودوزو ولا شي حاجه، 650 مليون سنويا. اواه طرقنا كاع محفرين الروينه نايضه، كيفاش الصيانه اعتياديه للطرقات؟ صيانه المنشات الرياضيه 50 مليون، حنا كندو دابا على هذوك الملاعب القرب وهذا 50 مليون سنويا. صيانه منشات اخرى 142 مليون. مصاريف وهذه اللي غنعاود نرجع لها بالتدقيق وبالاحكام، هذه واحد جوج الاسابيع وانا خدام على هذا الملف. مصاريف تنفيذ احكام قضائيه واتفاقات صلح جوج المليار و100 مليون. وإلا ما كانش هذا تبذير المال العام، واش إلا ما كانش هادشي القضاة ديال جطو ما قدروش يثبتوه، حنا كساكنة نقدروا نثبتوه. السيد الوالي والسيد الخازن اللي فيزيتو على هادشي ورخصوا لهم باش ياخذوا هادشي وما دققتوش معاهم في الفلوس بالريال بالسنتيم، لأن هذا فال المال العام راه كاين شي مشكل. والساده المنتخبون الله يسمح لكم، هذا الشيء تبذير للمال العام وغادي نعاود نرجع ليه وغادي نعاود نمشيو نشوفوا الجهه حتى هي، وراه مازال ما كملتش في هذا الملف هذا ديال قائمه مصاريف التسيير ديال المجلس البلدي، لان كله فضايح غير الله يخرجها بخير لينا في اكادير، وان شاء الله ما غادي يكون غير الخير
وبالرغم من هادشي اللي كيطرى ليا مع الوالي والحفير ومع لوبيات الفساد وكل شيء كيضرب وكل شيء كيحفر، غادي نبقى متفائل ان شاء الله. غادي ننتصروا كاملين، غادي ننتصر المدينه، غادي ننتصروا حنا اولاد اكادير بنات اكادير ولاد جهه سوس مسا كاملين على الفساد، وغادي تكون المنطقه كي كنقول ديما والجهه من اجمل الجهات في المملكه اقتصاديا اجتماعيا وعلى جميع المستويات. تبارك الله عليكم. وغادي نختمها عاوتاني، كنتمنى الشفاء العاجل لصاحب الجلاله، كنتمنى غير الخير لكم لبلادنا، الله يحفظها من اي سوء وان شاء الله عافاكم. غادي نعاودها، غنبقاو متفائلين.